أنسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. أنسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنان المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية. هذه فقرات من دعاء الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، دعاء مكارم الأخلاق. الإمام عليه الصلاة والسلام في مرتبته، في مكانه المعصوم، مرتبته مرتبة العصمة، يطلب هذه الحاجات من الله سبحانه وتعالى، ونحن في مراتبنا المختلفة التي جامعها عدم العصمة على اختلاف المراتب، أيضا الإمام يعلمنا حتى نطلب من الله سبحانه وتعالى هذه الحاجات. هذه الحاجات حاجات دنيوية وأخروية، الدنيا والأخرى متشابكتان، كما إذا الإنسان شبك بين أصابع يديه. الدنيا هي التي الإنسان يستطيع بسببها يحصل على الجنة، يحصل على الراحة الأبدية، والجنة تكون مسببة ونتيجة ومعلولة لأعمال الإنسان في هذه الدنيا. الإمام يسأل الله بأن في هذه الفقرات يسأل الله تعالى أن يبدله من هذه الأمور إلى أضدادها أو نقائضها. وقد تقدم سابقا قراءة بعض الفقرات من هذا الدعاء الشريف: أبدلني من بغضة أهل الشنان المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة. في هذه الفقرات الإمام عليه السلام يسأل الله أن لا ينجيه فقط من أهل الشنان ومن أهل البغي، وإنما يبدله إلى أضداد ما يعملون. ومن حسد أهل البغي المودة،
الحاسد يتربص بالمحسود الدوائر، عادة هالشكل. إذا شخص يحسد شخص هذا ما يرتاح، هذا على طول يتربص يشوف متى يستطيع أن ينزل بالمحسود أذى، مشكلة اقتصادية، مشكلة اجتماعية، مشكلة عائلية، مشكلة سياسية، مشكلة صحية، مشكلة نفسية، يتربص بالمحسود. حالة الحسد هالشكل. فإذا صار هذا الحسد من أهل البغي، فإذا كان هذا الحاسد شيمته الظلم، عادته البغي، هذا الظالم الذي بنى حياته على الظلم، هذا شي يسوي بالمحسود؟ الظالم أهل البغي. أهل البغي يعني عمله البغي، عمله الظلم. هذا الذي عمله الظلم هذا يدور يظلم واحد، يعرفه أو ما يعرفه، يحسده أو ما يحسده. إذا كان يحسده هذا شي يسوي به بعد؟ الإمام عليه السلام يسأل من الله سبحانه وتعالى: إلهي، إذا عندي حسود حاسد وهذا الحاسد من أهل البغي، إذا ما يحسدني يدور ظلم، يدور يظلم، فإذا يحسدني بعد شي يسوي؟ إلهي أنت سوي فتشكل حتى هذا الحاسد الذي هو مو فقط ظالم، ظلم مرة أو مرتين أو ثلاث، لا، أهل الظلم، بنى على الظلم، إلهي بدل هذا الشخص، بدل حسده إلى مودة. بالنسبة لي مودة كما في مجمع البيان وفي غير مجمع البيان أيضا، المحبة مع إظهارها، يعني هذا خليه يحب ويظهر المحبة إلي. ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة. الظنة بكسر الظاء بمعنى التهمة. أكو ناس فساق يتهمون هذا وهذا وهذا، شيمتهم التهمة. أكو ناس مو فساق ولكن صادف أن اتهم شخص. أكو ناس أهل الصلاح، أهل الصلاح يعني مو صدر عن فد عمل صالح أو عملين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو مئة، أهل الصلاح، شخص شيمته الصلاح، دأب على الصلاح حتى سمي بأهل الصلاح، مو سمي الناس، واقعا هو أهل الصلاح. سيد بحر العلوم رحمة الله عليه، الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، المحقق الأردبيلي رحمة الله عليه. إذا احنا نريد نحسب أهل الصلاح، من أهل الصلاح؟ أهل الصلاح هذا الشخص الذي على الإصطلاح العلمي بالحمل الشائع يكون أهل الصلاح. والإمام عليه السلام من يدعو ويسأل من الله عندما يقول أهل الصلاح، يعني اللي واقعا أهل الصلاح. يعني ممكن بعض الناس يتظاهرون بمظاهر اللي يعدون من أهل الصلاح، واقعا لا يكون من أهل الصلاح والعياذ بالله. أما الإمام من يسأل من الله، يسأل بالنسبة إلى أشخاص اللي هم واقعا أهل الصلاح،
هذا أهل الصلاح، شيمته التهمة والعياذ بالله. يتهم أحدا؟ لا، بالعكس، يعمل على أصل الصحة. حتى إذا فد واحد عمل فد عمل ظاهره غير صحيح، يفكر في نفسه يقول لعله إلى عذر، لا يتهم. من شيم المؤمنين، من صفات المؤمنين، من فضائل الأخلاق أن الإنسان لا يتهم أحد ما دام لعمله أكو محمل صحيح يحمله على الصحة. أهل الصلاح الشكل، احمل فعل أخيك، حديث الشريف، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، احمل فعل أخيك على 70 محمل، يعني 1 من 70 احتمال. إذا أكو أن يكون هذا حسن، قل هذا فعل لهذا الأمر الحسن. ظنة أهل الفساد، هذا سبيل يا عطشة، تهمة أهل الفساد. تهمة الإنسان العاديين عادي، أما أهل الصلاح ما يتهمون أحد. أما ما يثقون بسرعة هم بأحد. أهل الصلاح عندهم مقياس، ما يتهم بسرعة، ولكن في نفس الوقت بسرعة هم ما يثق. وإذا اتهم شوف شنو الأسباب اللي أدت بهذا الرجل اللي من أهل الصلاح يتهم واحد. يعني إذا مرحوم السيد بحر العلوم المقدس الأردبيلي، الشيخ الأنصاري، أمثال هؤلاء رضوان الله عليه، إحنا عرفنا أنه يتهم شخصاً، هذا بعد ما يحتاج إلى تحقيق عندنا، هذا شنو مسوي اللي هذا الرجل يتهمه. إلهي خلي نظرة أهل الصلاح فتشكل بالنسبة إلي، بحيث حتى إذا اتهمني إلهي أنت بدل التهمة إلى ثقة. مو فقط شيل التهمة عني، مو فقط خلي أهل الصلاح لا يتهموني، أهل الصلاح بسرعة ما يتهمون، إذا اتهموا إلهي أنت أبدله إلى ثقة. 180 درجة فاصل بين تهمة أهل الصلاح وبين ثقة أهل الصلاح. أهل الصلاح ما يتهم إلا بعد أن لا يكون عنده محمل، ولا يثق إلا بعد أن يطمئن يتأكد. وهذا تربية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. من هنا في الأحاديث الشريفة أكو احمل فعل أخيك على 70 محمل، ولكن في الثقة من هنا هم ولا تثقن بأخيك كل الثقة. لا يتهم ولا يثق، بسرعة ما يتهم، بسرعة هم لا يثق. فإذا صار صدر من الإنسان عمل اللي أوجب اتهام أهل الصلاح، أهل الصلاح إذا اتهم بعد وين الثقة تحصل عنده؟ لأن بسرعة ما يتهم. إلهي أنت تقدر، أنت بدل حتى إذا وصلت الحالة إلى هذا، يعني بدلني، أبدلني من ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية.
أدنى بمعنى اسم التفضيل من الدني من الدناء. جمع اسم التفضيل يكون أدني، فد إنسان دنيء والعياذ بالله، فد إنسان يطلق عليه اسم التفضيل من الدناء أدنى، مو بمعنى الأقرب، لا هذا يختلف عن الأدنى بمعنى الأقرب. والدنيا من المعنيين أخذت، دار الدنيا الدار القريبة مقابل الآخرة اللي بعد الدنيا، ومن الدناءة لأن الدنيا دنيئة من الدناءة. الأدنين هنا من الدناءة مو من القرب، لأن الإمام عليه السلام بعد فقرة أو فقرتين يذكر ومن خذلان الأقربين، أقربين القرب يذكر بعدين. يقولون ظاهر العطف المغايرة، ذاك مو هذا، معنى آخر. الأقربين هناك في الفقرة اللي بعد هذه الفقرة بفقرة أو فقرتين. الأدنى اللي يطلق عليه اسم التفضيل من الدناءة مو دنيء، هذا أشد الناس دناءة، يطلق عليه اسم التفضيل. اسم التفضيل كما يذكرون في كتب النحو لا يتم إلا بواحد من ثلاثة، إما بإضافة أو بمن، نقول زيد أدنى من عمر، فقط نسبة الدناءة بهذا المقدار، يعني التفضيل التكثير على الدناءة بالنسبة إلى عمر، مو من واحد آخر، مو من ثلاثة أشخاص، من عمر. أو إضافة، أدنى ثقيف، أدنى كذا، يعني في هذه العشيرة بالنسبة إلى هؤلاء. أما إذا تم اسم التفضيل بأل، هذا يكون مطلق بعد، مو مقيد بشخص أو عشيرة أو بلد أو كذا. الإنسان الدنيء شو يسوي؟ هذا يدور مشكلات لهذا وذاك. فإذا هذا الإنسان كلش دنيء، هذا أكثر يدور متاعب للناس ومشكلات للناس. الإمام يقول عليه السلام الإنسان الدنيء واحد يعادي أو ما يعادي يسوي له مشكلات، يسوي يخلق له مشكلات، يمشي بالشارع، يمشي بالعقل، هذا يعرفه أو ما يعرفه، لأنه دنيء يحكي على هذا، يأذي هذا، يضرب هذا، يسوي مشكلة لهذا، يخوف هذا، يرعب هذا. هذا الإنسان الدنيء. الإنسان الزين ما يسوي هالأشياء. فإذا هذا الإنسان الدنيء صار عدو لك أو عدو لي، صار عدو للشخص، بعد هذا شي يسوي له؟ الإمام يسأل الله سبحانه وتعالى، الإنسان الدنيء بلا عداوة يخلق مشكلات ويؤذي، فإذا عنده عداوة وإذا هو اسم التفضيل من الدناء وتم بأل اللي بلاغيا أقوى أنواع اسم التفضيل، ومن عداوة الأدنين إلهي بدل، هذا 180 درجة لازم
يفتر، هذا الإنسان اللي أدنى، بدل عداوته إلى محبة، هذه مرتبة، مرتبة أعلى منها صداقة، يعني يصادقني، يعني يصدقني ويصدق لي، يصادقني. الصداقة غير الرفاق. الإمام عليه السلام قال لذاك الشخص من أصحابه، قال أنتم رفقاء مو أصدقاء. الإمام سأله قال أنتم صداقتكم بحيث إذا واحد يحتاج فلوس يمد إيده في جيب الآخر يأخذ من فلوسه، وذاك هم يزعل إلى هالحال؟ قال لا يا ابن رسول الله. قال إذا مو أصدقاء، الصداقة هاي. المحبة مرتبة، والأعلى منها الصداقة، والأعلى منها المودة، والأعلى منها المودة، والأعلى من المودة الولاية. الولاية ليست صرف المحبة، الولاية المحبة التي تحتوي على الصداقة وإظهار المحبة، ومع ذلك ولاية، ولا يعني الانصياع للشخص. التولي يعني واحد يتولى شخص. الولاية عندنا ولاية بالكسر، ولاية يعني حكومة، يعني حكم، سواء حكومة على جماعة أو على قرية أو على بلد أو أكثر. الولاية بالفتح، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. الولاية بالفتح بمعنى الانصياع، الانقياد، تقبل الشخص كرئيس، كقائد، كآمر. ولاية هذا معنى إلهي بدلني. شوف الإمام شلون يدعو. حقيقة لو مو أدعية الأئمة عليهم السلام، إحنا ما كان يجيب بالنا هالشكل ندعو، يعني فكرنا ما كان يجي. نقول إلهي إذا واحد يعادينا خلي له يعادينا، إذا واحد يتربص بينا غير فكرة لا يتربص بينا. شوف التعبير، الإمام مو دا يخطب للناس، الإمام كعبد دا يسأل من الله سبحانه وتعالى، يطلب من الله. ومن عداوة الأدنين الولاية. فد آية أكو بالقرآن وفد بحث أكو في الآية. قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة. فالبحث هنا أكو المودة، يعني المحبة مع إظهارها. السؤال والبحث أنه إظهار شيء اختياري، أما المحبة مو شيء، مو أمر اختياري. رسول الله صلى الله عليه وآله، الله يأمره قل للمسلمين يظهرون محبتهم لآل بيتك ويحبون آل بيتك. المحبة اختيارية، البغض اختياري؟ لا، واحد يشوف من واحد خير يحبه، واحد يشوف من واحد والعياذ بالله شر يبغضه. يجب علينا محبة آل البيت عليهم الصلاة والسلام. التكاليف لا تتعلق بالأمور غير الاختيارية، إلزام بأمر اختياري ما يصير. فشنو معنى؟ يقولون إذا صار أمر بمسبب غير اختياري وكان له سبب اختياري، هذا يكون أمرا بالسبب. في البلاغة بالتفصيل يذكرون هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى عندما يأمر بالمحبة
يعني بالنتيجة اعمل شيء حتى تحب أهل البيت عليهم السلام. شنو يعمل؟ يقرأ فضائلهم، يقرأ أحوالهم، يقرأ تاريخهم، يشوفهم طبيعيا يحبهم. الأمر بالمسبب الذي هو غير اختياري مباشرة يكون أمرا بالسبب الاختياري. الإنسان إذا عرف أهل البيت ما يقدر يبغضهم، يحبهم. القرآن الكريم هم يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني بالنفس عندهم يقين بصدق رسول الله، بصدق القرآن، بصدق الآيات، بس باللسان ينكرون. جحدوا، مو أنه في قلبهم ما يتيقنون. اليقين أمر غير اختياري، الحب أمر غير اختياري، الظن أمر غير اختياري، الشك أمر غير اختياري، أما أسبابها ممكن تكون اختيارية. يعني الإنسان ما يدري هل رؤية الهلال ليلة عيد الفطر، يعني ليلة الليلة 30 من شهر رمضان أم لا، عنده شك، يروح يدور، يسأل هذا يسأل هذا، يخابر مرجع تقليده من دي، إلى أن يحصل له الظن أو يحصل له اليقين. اليقين أمر غير اختياري، أما أسباب تحصيل اليقين كثيرا ما تكون اختيارية. فهذا الدعاء والسؤال من الله سبحانه وتعالى وطلب هذه الحاجات من الله، هل المراد بها الله سبحانه وتعالى يسوي معجزة هالشكل يسوي أو لا؟ القرآن الكريم يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. لازم هو هم سعي يسوي، هو يخلي الناس الدنيئين لا يعادوا، ويسأل من الله سبحانه وتعالى حتى الله يعين، لأن في الدنيا اليوم عمل ولا حسب، دنيا دنيا عمل، مو دنيا الدعاء فقط. الدعاء الركن، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، الله ما يعتني بكم لو ماك دعاء. ابتغوا إليه الوسيلة، توسل بأهل البيت إذا ماكو ما يفيد، الله أمر بذلك. أما في نفس الوقت عمل الشخص هم يريد. الإنسان يتجنب الأمور اللي تسبب عداوة الأدنين معه. في المجتمع أكو ناس دنيئين، لسانه يشتغل هالشكل، على هذا على هذا على هذا. أنت لا تستعرض نفسك أمامه، الشيء اللي يسوءه أنت لا تقول له، أنت لا تسوي قدامه. فد واحد من العلماء الآن موجود، هذا نقل لي في قصة عن شخص، أنه بالنسبة إلى شخص كان من الدنيئين، قال كاتب له رسالة إلى ذاك الدنيء، وكاتب له الكلمة الفلانية، قال عمدا كاتب هاي الكلمة لأن يدري ذاك الشخص الدنيء يتأذى من هاي الكلمة. هو كتبها الكلمة إلى، وبعدين هذاك أنزل به بلايا عديدة، بلايا شديدة. عندما تعرف أن هذه الكلمة بالنسبة إلى ذاك الشخص، هذا الدنيء، كلمة نابية، هو من كيف بلا أن تقول له كلمة نابية هو دنيء،
يتربص بك، فكيف إذا كتبت له هذه الكلمة اللي تثيره هذه الكلمة؟ يقول لي أنا أدري ما يرتاح لهذه الكلمة، يتألم من هذه الكلمة، عمدا كتبت لهذه الكلمة. الإنسان يفكر حتى أهل الصلاح لا يتهمون بالنسبة إلى غير أهل الصلاح. أكو في الأحاديث الشريفة التأكيد أن الإنسان يبعد نفسه عن مواضع التهم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف مع زوجته في الليل يتكلم، وقبالي في الليل كان أو غير الليل، لعله غير الليل. فمر أحد أصحابه النبي صلى الله عليه وآله كما في الحديث صاح ذاك، قال له هذه زوجتي فلانة دا أحكي وياها. قال يا رسول الله يعني أنا ما أشك فيك، ما يريد هذا الفذلك، هذا دفع الدخل على الاصطلاح العلمي. الإمام قال النبي صلى الله عليه وآله قال له بدأت أقول لك اتقوا مواضع التهم لعل هذا لا يتهم رسول الله صلى الله عليه وآله. أولا لعله من المنافقين، النبي من قال له هالشكل أجاب رسول الله، ما أدري منه. حتى إذا من المؤمنين ولا يتهم رسول الله، لعله باكر ينقل فد مكان واحد المنافقين يلقف هاي الكلمة ويروح يشيعها على رسول الله. واقفوا يا مرة، هاي المرة منه شنو ليش واقفوا يسوي حج؟ اتقوا مواضع التهم. الإنسان هو هم لازم لا يساعد على هذا الأمر، لا يتقي مواضع التهم ويدعو هذا الدعاء، يقرأ هذا الدعاء. يعني نحن عندما نقرأ هذه الأدعية ندعو بهذه الفقرات، نسأل الله سبحانه وتعالى هذه الحاجات أيضا، مو فقط الدعاء والله يسوي اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. الله يسوي، أنا شنو شغلي؟ الله ليش خلقني في الدنيا؟ ليش جابني في هذه الحياة؟ حياة عمل، حياة تكليف، حياة ممارسة، حياة تسابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الإنسان بمقدار ما يشعر وبقدر ما يتمكن عليه لازم يحاول أقل تهمة لتتوجه إليه، لا يتصرف في الشكل اللي يوجب توجه التهمة إليه. فكيف بتوجه التهمة من أهل الصلاح اللي بعد شيء يمسح؟ إذا صارت تهمة من أهل الصلاح يمسحها إلا ما يمسحها إلا الله سبحانه وتعالى. هنا عمل الله بعد، هنا دعاء، هنا طلب من الله، سؤال من الله، تضرع من الله، مو شغل الإنسان. ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة. لاحظوا قبل أن أنتقل إلى هذه الفقرة، أصحاب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء الرعيل الأول منهم، أتقياء من أصحاب أئمة عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء الأئمة خيرة أهل الصلاح، أئمة أهل الصلاح، قادة أهل الصلاح، عظماء أهل الصلاح، الأئمة عليهم الصلاة والسلام. إذا تطلق هذه الكلمة أهل الصلاح، المصداق الحقيقي والمصداق الأول والمصداق الأولى لهذه الكلمة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الذي يكسب ثقة الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. هذا شقد مقام له. فدعاء له
كبيرة من الأشعريين عاصروا الأئمة عليهم الصلاة والسلام، من الإمام زين العابدين عليه السلام أو الإمام الباقر عليه السلام إلى صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. عائلة ضخمة، والعشرات منهم من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، والعديد منهم جيدون، والعديد منهم جيدون جدا جدا. هذا واحد منهم، هذا زكريا بن آدم اللي مدفون هنا في هاي المقبرة القريبة من صحن فاطمة المعصومة عليها الصلاة والسلام. زكريا بن آدم، الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول عن زكريا بن آدم، يعبر عنه بالمأمون على الدين والدنيا. هاي الكلمة ربما أنا أقولها في حق شخص ما أتصور أنا إلى الآن قايل هاي الكلمة في حق شخص، وأنه ما أعتقد، لعله أعتقد أنه ما قايل، بس أنا ما أعرف، أنا لا أعرف الخبايا، لا أعرف الواقعيات. قد يكون جنابك تقول عن شخص هذا مأمون على الدين والدنيا، قد يكون إمام معصوم يقول. الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام بالروايات المتواترة، بالروايات المتواترة بمختلف الدلالات، على الإصطلاح العلمي الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزامية، الإمام المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وآله باستثناء النبوة فقط وفقط. وأنفسنا الإمام المعصوم فارق ماكو، درجاتهم تختلف، أما هو رسول الله صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين أو الإمام الرضا عليه السلام أو الإمام الجواد عليه السلام أو صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، كلهم نور واحد من طينة واحدة، بس درجاتهم تختلف لا شك حسب الروايات. أيضا الإمام المعصوم يقول عن شخص المأمون على الدين والدين، أو الإمام المعصوم يقول العمري وابنه ثقتان. الإمام المعصوم يصرح بوثاقة شخص، هذه مرتبة جدا عالية. يقال، أتصور أنا شايف هذا في سفينة البحار، أن الشيخ البهائي رحمة الله عليه سئل عن أيهما أفضل، زكريا بن آدم أم الشيخ الصدوق الشيخ البهائي، فد واحد سأل زكريا بن آدم عنده أحاديث عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام موجودة عندنا، هم مو هواية يعني الواصل إلينا من أحاديث زكريا بن آدم ما أدري إيش قال، بس مو هواية، ولكن الشيخ الصدوق ملأت الكتب بيوت الشيعة، لعله، لعل أقول من باب الاحتياط، ماكو صلاة إحنا نصليها، ولا صوم نصوم، ولا حج نحج، ولا خمس ننطي، ولا زكاة نعطي، ولا صلة رحم نسوي، ولا زيارة الأئمة عليهم السلام نروح، ولا صدق نعطي، ولا حسن خلق مع شخص نسوي، ولا حلم نسوي، أي عمل نسوي جزء منا عن الشيخ الصدوق واصل إلنا. أي صلاة اللي هالليلة صليناها صلاة المغرب والعشاء عدد من أحكامها بواسطة الشيخ الصدوق واصل إلنا. الشيخ الصدوق جدا عظيم. الشيخ البهائي مع ذلك قال زكريا بن آدم أفضل من الشيخ الصدوق،
قال له ليش؟ قال لأن في زكريا ابن آدم. الإمام المعصوم عليه السلام قال المأمون على الدين والدنيا. فالشيخ الصدوق ماكو هيش تقرير عن الإمام المعصوم. الشيخ البهائي قال له بالليل، صار الليل، حلم في الشيخ الصدوق، رأى في عالم المنام الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق قال لشيخنا هسه لو واحد جاهل يقول هالحكي ما يخالف، أنت عالم، منين عرفت زكريا ابن آدم أفضل مني؟ شلون قلت هذا؟ شنو دليلك؟ قال دليلي الحديث الشريف الإمام المعصوم عليه السلام عن زكريا ابن آدم يقول المأمون على الدين والدنيا، وبالنسبة لك ما صادر هذا الحديث. قال لشيخنا أنا كنت في زمان الإمام المعصوم وسئل عني وما قال في هذا الكلام، هذا شلون قياس؟ يقولون الشيخ البهائي قعد من قال ما أدري أيهما. الإنسان يكسب ثقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. من الممكن أنا وأنت في هذا الزمان نكسب ثقة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هذا مو مستحيل، مو كلش هم صعب. صعب شنو سهل أكو؟ صعب أما مو كلش صعب. لعله في هذا الزمان أسهل من زمان زكريا بن آدم. الإنسان يكسب ثقة الناس، الناس يشوفون ظاهره ويحكمون له وعليه من خلال ظاهره، أما الإمام المعصوم يرى واقعه. فالشخص اللي بعد ذلك نعوذ بالله، أحيانا الإنسان عمره طويل يصير ويصير سبب خير إله، أحيانا عمره طويل يصير ويصير والعياذ بالله سبب شر إله. فالواحد اللي عاقبته والعياذ بالله صارت إلى شر، وفي شبابه ما كان بتلك الحالة، حسب الظاهر كان شخص متدين ملتزم نسبة، هذا كان رايح على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، قصة مفصلة عنده. شخص من الثقات نقلها عنه مباشرة، قال طلبت من الإمام الرضا عليه السلام حوائج وما صارت، الإمام ما لباها. آخر الأمر طلبت من الإمام هذه الحاجة، في قصة مفصلة، طلبت من الإمام عليه الصلاة والسلام أن يعرفني مقامي، أنا شنو مقامي عنده. قايل قبل لا أطلع من الحضرة، يعني طلبت من الإمام هذا الشيء، وخلال دقيقة أو دقيقتين صادفني شخص لا يعرفني ولا أعرفه، صاحني باسمي، يقول أنا اسمي فد اسم عندي اللي الناس ما يعرفه، حتى أصدقائي ما يعرفون ذاك الاسم. فهو بالحضرة بعدني ما طلعت من الباب من الكشوانية، ما طلعت، صاحني بذاك الاسم، وأنا استغربت هذا منو اللي يعرف هذا الاسم، وقال لي أنت كذا، وانطاني مقامي اللي بعد سنوات انكشف انه شنو. فالكلمة نابية والعياذ بالله. الامام المعصوف المعصوم يشوف العاقبة، يشوف العمق، يشوف واقع الانسان ويشوف درجة واقع الانسان. احد الزهاد ينقلون عنه أنه كان سافر إلى
خراسان إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام، وشاف الازدحام في حرم الإمام وعلى قبر الإمام عليه الصلاة والسلام. واحد يقرأ زيارة، واحد يسلم، واحد يحكي. خطر بباله، هذا كاتبي بالكتب، خطر بباله أن الإمام عليه السلام وجواب السلام واجب، وكل من هم يسلم على الإمام عليه السلام الإمام يجيبه. الإمام جواب عام ينطي أو جواب خاص، هذا بالفقه موجود، بالعروة لعلها أيضا هاي المسألة موجودة، أنه إذا 20 واحد مع بعض سلموا على جنابك، 20 واحد مع بعض قالوا سلام عليكم إلكم، أنتم يجوز لكم أن تردوا على كل واحد منهم السلام، يقول له وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام، كل واحد واحد منهم أنتم يجوز لكم جوابا واحدا بصيغة الجمع، يعني تخاطبهم جميعا هالعشرين تقول لهم وعليكم السلام، يجوز، هذا يكفي شرعا. هذا فكر في نفسه، الإمام عليه السلام يختار أي من القسمين، يرد السلام على كل واحد واحد، ويا هاي الخبصة شلون، يعني خلال لحظة واحدة مئات الأشخاص دا يقولون السلام عليك ابن رسول الله مع بعض، وراها مئات الأشخاص السلام عليك ابن رسول الله، بالعشرات بالمئات بالجرون دا يسلمون على الإمام عليه الصلاة والسلام. فبدر إلى ذهنه هذا المعنى، فد مرة إن هو ناقل أنه انكشف له الواقع، فرأى كأن الإمام عليه الصلاة والسلام على الضريح المطهر، ومع بعض يجيب سلام كل شخص مستقلا، بحيث إحنا ما نقدر هذا الشيء نسويه، إحنا لازم طوليا نرد إذا سلامات مدعي. يعني إذا 20 واحد نريد نرد عليه السلام، أولا نرد على هذا، ثاني على هذا، ثالث على هذا، يأخذ فاصل زمني طوليا. الإمام عليه الصلاة والسلام عرضيا كان يجيب على كل سلام مستقلا، يقول شفت الإمام هالشكل دي يسوي ونظر إلي وقال أنا هالشكل أرد السلام. الإمام المعصوم بسرعة ما يثق، الإمام المعصوم نحن صنائع لله، صنائع، إن الله لا يخدع عن جنته، الإمام المعصوم هم ما يخدع. الإمام المعصوم قبل 20 سنة، قبل 30 سنة، بطلب من الشخص يقول مكانتي عندكم شنو، يعرف مكانته مال بعد 20 سنة، مال بعد 30 سنة، اللي راح ينتهي إليها أمره، عاقبته راح تنتهي إليه. الإنسان من الممكن يكسب ثقته، خيرة أهل الصلاح وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وهذا يكمن في أمرين حسب معلوماتي عن الأدلة الشرعية، يكمن في أمرين، ماذا تعرف ماذا تقدر. بس الإنسان لا يكون مقصرا فيما يعرف وفيما يقدر مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إذا هالشكل سوى يكسب ثقة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، عاد ينكشف من الممكن جنابك شخصيا تكون كزكريا ابن آدم عند الإمام المعصوم عليه السلام، بل وأعظم من زكريا ابن آدم، لأن الله سبحانه وتعالى ما حصر المقام، مقام بعد مقام العصمة ماكو حاصر. الإنسان يكسب ثقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا ممكن، وهذا ونحن على أبواب الأشهر الحرم.
شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم، هذه الأشهر الأشهر الحرم. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول في الروايات المتعددة أكو بأنه هاي الأشهر أشهر الله جعلها حرم يوم خلق السماوات والأرض، يعني قبل خلق السماوات والأرض أشهر ماكو، لأن زمن ماكو، الزمن وجد بخلق السماوات والأرض، خلق الأرض، خلق الشمس، حركة الأفلاك، الزمن وجد، النهار والليل 30 يوم أو 29 يوم صار شهر، وجدت الأشهر. الله يوم خلق السماوات والأرض جعل هذه الأشهر حرما، جعل كل واحد من هذه الأشهر حراما من ذلك اليوم. كل عمل حسن في هذه الأشهر أفضل من غيره من الأشهر، وكل عمل قبيح والعياذ بالله في هذه الأشهر أشد قبحا، أشد جرما من غيره من الأشهر. وفي الأحكام الشرعية أكو أحكام خاصة، منها زيادة الدية، يعني إذا واحد في شهر شوال قتل شخص خطأ سيارة ودعمته، هذه ديته 1000 دينار. فإذا في أول ذي القعدة صار هذا العمل، ديته يضاف إلى الدية 1/3، يعني 1000 دينار و333 دينار احتراما لهذا الزمن. إذا في آخر يوم من المحرم شخص جنى جناية، هسه عن عمد أو عن خطأ فرق ما، جناية فيها الدين، يكون 1/3 أكثر مما إذا في أول ربيع الأول صار، في أول شهر ربيع صار. الفقهاء يقولون ليلة أول الشهر من الشهر يعتبر، يعني أول ليلة من شهر ذي القعدة في هذا الحكم يعتبر من شهر ذي القعدة، إذا حل الهلال شرعا حكم ذاك الشهر يصير. هذه أشهر 3 سوق للعمل أكثر من بقية الأشهر. الإنسان يغتنم هذه الفرصة، في هذه الأشهر الإنسان أكثر وأسرع يستطيع أن يكسب ثقة الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع هذه التوفيقات لي ولكم ببركة أهل البيت وببركة الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين، ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل